أبدأ بأهمية أن نتمسك بحق العودة وبقرار 194. هذا التمسك حينما تمسك بحق العودة هذا يساوي عودة الأرض التي نحن نراضل من أجلها، وحتى يتم ذلك لا يمكن أن يحدث إلا بتجسيد الوحدة الوطنية. بدون وحدة وطنية لا يمكن لنا أن نعيد أرضاً أو نعيد لاجئين. 100 عام والشعب الفلسطيني لا زال متمسكاً بحق العودة. ليس الكلمات 100 عام والشعب متمسك، 100 عام ونضال مستمر، وهذا يعني أن النضال من أجل الأرض هو نضال من أجل العودة. نستذكر مراحل مر بها الشعب الفلسطيني ودفع ثمنا غاليا، ولا زال 100 عام ولا زال الشعب الفلسطيني متمسك بعاصمته القدس. جاء عنوان يومنا الدراسي على النحو التالي: تصريح بلفور، الحق الفلسطيني المسلوب، والمأساة الحاضرة. السياسي في 100 سنة، أين أصبنا وأين أخطأنا؟ لماذا نقف كل يوم أمام المرآة لتفحص هندامنا وشكلنا، ولا نقف أمام المرآة الوطنية لتفحص سلوكنا وكيف أضعنا وطن فلسطين؟ كما أقول دائما لطلابي وطالباتي، رغم أن مساحتها 27,027 كيلومتر مربع، لن يوجد ولم يوجد في العالم منطقة بهذه المساحة بها هذا التنوع التضاريسي والجغرافي.